هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. Hola amigos, estoy con ustedes la chef académica Eva de España. Nuestra receta de hoy es bolbo con garbanzos y coliflor. Está lista en YouTube ahora y preparada para mí. Soy chef Eva. هاي أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. وصفتنا لهذا اليوم هي الأخطبوط مع الحمص والقرنبيط. الوصفة أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن من إعدادي أنا الشيف إيفا. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وصحية ومغذية. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة المغذية والصحية معي أنا الشيف إيفا. باموس! والآن إليكم المقادير: 400 جرام حمص مسلوق، 400 جرام قرنبيط، 300 جرام أخطبوط، 200 مللتر ماء جوز الهند، 400 مللتر ماء خضروات، بصلة حمراء واحدة، 7 فصوص من الثوم، بيبي طماطم 6، كزبرة طازجة حزمة واحدة، والقليل من الكمون والكاري. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. سأضع القدر والمقلاة على النار وأضع فيهم القليل من زيت الزيتون. في هذه الأثناء سأخذ رأس القرنبيط وأعمل على تقطيعه على شكل زهرات صغيرة. بهذا الشكل. بعد ذلك أضع الزهرات في القدر مع زيت الزيتون. الآن وبعدما أصبح الزيت ساخنا في المقلاة سأضع الأخطبوط. ها هو، وضعته في المقلاة. أقلب القرنبيط مع زيت الزيتون في القدر وأتابع تقطيع بقية رأس القرنبيط هكذا. وضعت القليل من زيت الزيتون في القدر. الآن وبعدما أكملت وضع كامل رأس القرنبيط أقلبه هكذا. الآن سأضع الكاري. وضعت بما يعادل ملعقة طعام مملوءة.
الجوع والتقليب اهو. الآن سأضع ماء الخضروات فوق القرنبيط في القدر. وها هو ماء جوز الهند. أو حليب جوز الهند. أضعه فوق القرنبيط أيضا في القدر. هكذا يبدو معنا. أغطي القدر وأقلب الأخطبوط في المقلاة، أتابع تقطيع البصل والثوم على شكل شرائح خفيفة. البصل وأضعه مع الأخطبوط في المقلاة. وأعاود تقليبهم سأضع الثوم كما هو بعد تقشيره دون تقطيعه. وها هي حزمة الكزبرة الطازجة. سوف أفرمها ناعما القليل من جوز الطيب بما يعادل نصف ملعقة شاي. أضع ماء الخضروات مع القرنبيط في القدر. وها هي الأخطبوط مع البصل والثوم. سأضع فوقهم الحمص وأقلبهم هكذا. سأضع لهم ملعقة طعام أخرى من الكاري، وهذا اختياري، أي الملعقة الثانية اختياري. وبعدما نضجت الأخطبوط مع البصل والثوم رفعته من النار
الآن سأضعه في القدر مع بقية المواد. هكذا تبدو معنا الوصفة. الآن سأضع القليل من الكمون. وبعد ذلك سأضع الكزبرة الطازجة، فهذا يعطيها مذاق لذيذ. الآن سأضع حبات الطماطم الصغيرة والقليل من البهار. أحرك محتويات الوصفة في القدر حتى تنضج معنا تماما. وهكذا يبدو شكل وصفتنا بعدما أتممت إعدادها. وضعتها في طبق التقديم، ومن ثم زينتها بأوراق من الكزبرة الطازجة. يمكنكم عصر القليل من الليمون فوق الوصفة قبل تناولها. بألف صحة وعافية. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، الأخطبوط مع الحمص والقرنبيط، قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy, bulbo con garbanzos y coliflor. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم، الأخطبوط مع الحمص والقرنبيط، قد نالت إعجابكم ورضاكم أحبتي متابعي قناتنا الكرام. ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم، ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل، اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف إيفا، استودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.